هل نستمع إلى أغنية من إنتاجك؟ جدوى حبي مثلا، أغنية يعني لقت رواجا. مرحبا، القطعة هي من كلمات شاعرة ماجدة سعيد، وكنت قد يعني شاركت بها في إحدى دورات مهرجان الأغنية العربية في الدار البيضاء. يعني مقطع ربما جدوى حبي، جدوى حبي لا تحرقيني، لا تحرقيني، كوني سلاما، كوني سلاما باقي سنيني، كوني سلاما باقي سنيني. أريد حبيبي، أريد حبيبي، أريد حبيبي، وحبيبي بعيد، وحبيبي بعيد، وطفلا صرت أنا، وطفلا صرت أنا، مرة يأخذني حزني، ومرة جنوني، إني عشت لا ألمس الأسرار، إني عشت لا ألمس الأسرار، وصدقت كل مرة حتى خابت، خابت ظنوني.